نحن اليوم موجودين برومية بالمنطقة الصناعية بمعمل شركة نيمان. هون ننتج أصناف ملك التوم ومزميكس. شركة بلشت بال 2019، بلشنا نحن ننتج حمص مع فليفرز، منا بلشنا نجي نعمل توم. اليوم شركتنا بتوزع فوق ال 16 صنف، وعنا من هلا لآخر السنة فوق الأربع جديد بدون ينزلوا. وبعدين رجع برنامج تحدي النظام الغذائي وقدمنا عليه، وهون كل نظرية التوم بلشت تتغير. صرنا عم ننبش على مصدر واحد من التوم، نفس الطريقة اللي عم نزرع بهالأرض نزرع بهيديك الأرض اللي هي متشابهة إلها، ونشتغل مع مزارعين حابين يتعلموا طرق جديدة لزراعة التوم. فنحن كنا حابين نقدم توم خالي من البيض، خالي من المايونيز، خالي من أي مشتقات حليبية أو حيوانية، ويضاين فوق السنة. التوم 100% مصدر بلدي، ما عم نحط توم صيني، ما عم نحط توم مصري، ما عم نحط توم تركي. التوم اللبناني أول شيء عنده حدية أحلى، وهيدا اللي العالم اللي عم تستعمل التوم تاكل التوم عم ترغبوا. هيدا أول شغلة. تاني شغلة، التوم البلدي بيكون جاف أكتر. وكل الشغل تبعنا هلأ بنعمل على الطاقة الشمسية. كمان برنامج تحدي النظام الغذائي ساعدنا نركب طاقة شمسية، منه عم نوفر تقريبا حوالي 80% من كلفتنا الكهربائية اللي هي كانت أغلى فاتورة عم ندفعها شهريا. البرنامج تحدي النظام الغذائي أول شيء مكننا ننزل كلفة الإنتاج، يعني وقت عم نشتري توم مستورد عم نشتري توم بده بالرادات، عم نشتري توم مدفوع حقه بالدولار، عم نشتري توم جاي من برا عم ندفع حق شحن، وبلس عم ندفع حق ربحات التاجر. علما انه وقت عم نزرع أول شيء نحن عم نستفيد، مستفيد هن الشركات اللي عم بيبيعون المواد الغذائية، بنحكي مواد ضد الحشرات، فيتامينات للأرض، دواء للتربة، دواء ضد الفطريات، كل هدول كمان هن التجار اللبنانيين مستوردين لبنانيين. اليوم الشركة عندها فوق 12 موظف مباشر بيشتغل بدوام كامل أو دوام نصف جزئي. عنا تقريبا من هلأ لآخر السنة 3 وظائف بدنا نعبيها.